طلعنا في اول الثمانينات، طبعا كان في جيل قبلنا برضو في الثمانينات نفسها 81 و82، طلعت اخر 82. كان مجموعه يعني احنا يعني في ناس قبلنا برضو قبل الكبار اللي مع العمالقه اللي اتشهر بيه جيل الثمانينات زي كابتن حازم، كابتن عماد، كابتن خالد القماش طبعا، كابتن محمود حسن، كابتن حمدي نوح، كابتن سيحه، مش عارف قلت العمده ولا لا، عماد سليمان قلت. بعدين بعدهم برضو كان في جيل تاني تقريبا كابتن طارق الصاوي، كابتن شحت سوقي، كابتن فكر الصغير، وانا طبعا كنت مع المجموعه دي، واحمد صفر المجموعه. بعد كده طبعا برضو فكر الصغير عاصر جيل التسعينات، فكري والعجوز برضو لعب شويه في اخر الثمانينات، لكن هم محسوبين على جيل التسعينات. يعني العجوز فكري فوزي كان كابتن النادي لما اخد البطوله بتاعت الدوري 91، لكن برضو لعب في جيل الثمانينات. فخدنا فتره طويله جيل الثمانينات كان مختلط شويه، يعني فيهم خبرات مش اقل من 6 7 لعيبه كبار، ومعاهم طبعا طلعنا احنا الشباب، كنا شباب ساعتها. المجموعه الكبار اللي قلت لك عليها كابتن حمدي وحازم الله يرحمه وعماد وحماده الرومي طبعا عشان ما ننساش كابتن حماد الله يرحمه وكابتن خالد القماش، والمجموعه الجميله دي. اشهر يعني مباريات الجيل ده كانت في افريقيا كلها، احنا لعبنا افريقيا لان لعبنا نهائي كاس مصر في 85 مع النادي الاهلي في استاد القاهره. كان بقى طبعا يعني الجماهير كانت بيبقى تحفه، يعني شكل جمالي جميل مش اقل من 100,000 في استاد القاهره. كان مباراه قويه جدا كاس مصر، النادي الاهلي فاز 1-0 واخد الكاس، واحنا كنا تاني كاس ساعتها. وبعدين لعبنا بقى بسبب ان احنا كنا تاني كاس لعبنا بطوله افريقيا، وكان برضو اشهر مبارياتنا كانت مع النادي الاهلي. تقريبا احنا المباراه دي كانت فاصل بيننا، يعتبر هي النهائي المبكر بتاعت افريقيا، لان يعني قبل نهائي احنا كسبنا تعادلنا مع النادي الاهلي 0-0 في القاهره تقريبا، وجينا هنا تعادلنا 1-1 كنا كسبانين وكنا اقرب الى الفوز باداء ويعني نتيجه. وبعدين كنا 1-0 تقريبا الشوط الاولاني، وجابوا جول في اخر الشوط، والكابتن حازم الله يرحمه العمده تقريبا عماد سليمان انا ما اتذكر ضيع هو ضربه الجزاء الشهيره، لو كانت جت كنا خدنا البطوله دي. النادي الاهلي كان في قمه تالقه ساعتها، سنه كام؟ في 86. النادي الاهلي بقى كابتن خطيب وكابتن ربيع ياسين ومجدي عبد الغني و مجموعة كبيرة اللي يعني وعلاء ميهوب، والمجموعة اللي هي خدت معظم تقريبا بطولات النادي الأهلي. كابتن عبد الصالح الوحش كان ماسك منتخب مصر الفترة دي، فكان بيحط العمدة ويحط عليه بقية الفريق، طبعا بالإضافة للكابتن حازم الله يرحمه بيجي ويروح. كابتن خالد كان أصغر تقريبا لاعب برضه في موجود في النادي الإسماعيلي، ولعب منتخب مصر فريق أول مباراة زامبيا تقريبا. كلمة كان فيها عدل شوية في الكرة المصرية، كان فيها عدل، يعني بتلاقي لعيبة كبيرة من كتيرة من النادي الإسماعيلي موجودين. المحله كان كابتن شوقي غريب بيتحط في المنتخب وبيتحط عليه برضو، يعني من كل نادي بتلاقي كابتن احمد كاس كان بيروح منتخب الفترات دي برضو، من نادي الاولمبي قبل ما يروح الزمالك وقبل ما يروح الفرق الكبيره. النادي الاسماعيلي لما كنا بنبقى كسبانين الاهلي او الزمالك او كسبانين الفرق اللي هي اللي تقريبا هو النادي الاسماعيلي كان الوحيد اللي يقدر يكسب الاهلي والزمالك. ممكن المحله كانت الفتره اللي قبلنا فتره السبعينات، لكن في الثمانينات اعتقد ان النادي الاسماعيلي هو الفريق الوحيد اللي كان قادر ان هو يعني باستمرار ممكن يكسب الاهلي والزمالك، ممكن بره ممكن على ارضنا، خاصه على ارضنا يعني. فكان ان بنيجي من عند بدايه ما كانش لسه في كارته اللي موجوده دلوقتي، بيجي اللي يطلعوا الجماهير من عند يعني يجيبونا من اول مدخل الاسماعيليه لغايه النادي الاسماعيلي. كان بيبقى معظمنا طبعا مجموعه، كان مجموعه كبيره من ولاد البلد نفسهم، ولاد الاسماعيليه نفسهم، غير المجموعه اللي في القاهره بتنزل في القاهره. كان بيجيبونا تقريبا الباص او الاوتوبيس من بزفه من مدخل اسماعيليه لغايه النادي. تذكر كسبنا النادي الزمالك 2-1 تقريبا، كابتن خالد القماش واسماعيل توتو هم اللي سجلوا تقريبا اتذكر يعني.